جينا ناخد طقم الكنبايات. يلا تعالوا شباب. بسرعة. يلا بابا. بليلة. قرب على البليلة. بليلة. أطيب للفستق البليلة. قرب على البليلة. بليلة. هذا علي مو؟ ايه مزبوط. تعالوا نروح نقول له الحمد لله على السلامة. بس ما رح نطول كتير مو هيك؟ لا بنتي كلياتها دقيقة ومنمشي. كمال وانت لا تطول بالحكي معه، بنقول له الحمد لله على السلامة ونضل ماشيين. قد ما كان بضل خريج حبوس. علي كيفك؟ شو أخبارك؟ والله أهلين يا أخي. سلفي علي الحمد لله على سلامتك. يا الله البيت ليش هيك صايرة حارته؟ دنيا قايمة قاعدة، كيف بدك تنظفه هلا؟ بده نقلة تانية. اهو بده نقلة تانية. يلا خدوا نقلة تانية كمان. رح تنتقل؟ شو القصة علي؟ لا أخي ما رح انتقل، عم بيع كم غرض. ليش؟ ما معي مصاري. طيب ومعاشك؟ ما عاد في عندي معاش، حجزوا عليه بسبب ديون كارولين، فقلت لبيع كم قطعة عفش لسد الديون وما ضل جوعان. ما رح تشتغل؟ كيف بدي اشتغل أخي؟ طلع بحالتي بالزور لأمشي وفي عندي سوابق. لا 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 زعلتني كتير سلفي علي. والله لو نحن وضعنا بيسمح لنا كنا أكيد ساعدناك شوي، بس مثل ما لك شايف. يلا كمان يلا خلينا نروح. يلا امشي. الحمد لله على السلامة سلفي علي. يلا بخاطرك هلا. يلا تحرك. يلا كمان قلت لك منسلم عليه ومنضل ماشي. لشو هالحكي كله؟ كان ضروري يعني؟ ها؟ بس هذا أخي. يلا امشي. تفضل اخي. يسلم. السلام عليكم.